له اكتر كلمه هو المفروض ان هو بيحبها ان هو ابو هيم. هو طول عمره معروف في النادي وفي الكوره، ومامي حتى في النادي معروفه ان هي ام هيم. فانا عارفه هو يعني انا عارفه انا بالنسبه له ايه، بس انا عايزه اقول له انت بالنسبه لي الدنيا كلها. سيبك من الشغل، مش هتكلم في الشغل دلوقتي، بس هو حتى كأب هو اغلى حاجه في حياتي فعلا. هو كل حاجه يعني، هو سندي وظهري وهو كل حاجه في حياتي في الدنيا. يعني في حاجات كده ما ينفعش حد يقرب منها يعني، هو مربينا احنا على كده كمان، ان احنا يعني البلد طبعا دي نمره واحد، بعد كده النادي الاهلي ده خط احمر احمر ما ينفعش حد يتكلم خالص فيه. فهو اتربى جوه النادي، وهو ودي مبادئ اللي النادي الاهلي بيربي ولاده عليها، فاحنا كمان كبرنا متعودين على كده وتربينا على كده، ما ينفعش حد يتكلم عن النادي. والبيت نفس القصه يعني، هي دي ثلاث أسس في حياته ما ينفعش حد يقرب منها يعني، فاحنا بالتالي طالعين زيه كده بالظبط يعني. احنا كلنا في كوم، بالبيت، حتى في حياته الكرويه في كوم، وحياته في الشغل في الميديا كوم تاني خالص يعني. هو بجد هو نحت في الصخر زي ما بيقولوا، هو تعب جدا. هو تقريبا سبب في ظهور وشوش كثيره قوي من اللي موجوده على الاعلام، سواء محللين، مذيعين، كل حاجه، قنوات اتعملت. بالظبط كده، فتح يعني طبعا بعد ربنا، وبعد هو مسبب للاسباب يعني، انه في ناس كثيره لقت شغل بعد ما اعتزلت. لا، الشغل بالنسبه له هو حياته يعني، هو ما عندوش مشكله يتخانق كل يوم، ما عندوش مشكله يجي على اعصابه كل يوم، يرجع من الشغل تعبان، ضغطه يعلى، سكره يتعب، كل الحاجات. هو ما كانش عنده الحاجات دي خالص، بس ليكي بدات تظهر، لان هو بيحب الشغل جدا. هو بالنسبه له شغله هو حياته يعني، اهم من البيت واهم من اي حاجه في الدنيا هو الشغل، هو بيحبه. اكتر ميزه بحبها فيه ان هو صابر جدا وهادي جدا يعني، بعيدا عن الانفعالات او كده. يعني طبيعي اي شخص بينفعل كده، بس انت تقعد 6 7 سنين على الدكه ويبقى عندك الصبر والاصرار، فمعك كابتن اكرامي وكابتن ثابت البطل، فاللي هو مستحيل، بس انت تبقى عندك حلم وعندك امل انت متمسك بيه، اللي هو انا هعمله يعني هعمله، والحمد لله توصل اللي انت وصلت له، وبعد ما تخلص تخش مجال الاعلام والحمد لله تبقى كويس فيه، تميز فيه، وتفضل وتعدي، وفي مشاكل وازمات بتعدي وانت برضو واقف، والحمد لله بتتعدى كل الازمات. فاحسن حاجه فيه بصراحه الصبر والهدوء، ان هو بيعرف يتعامل مع كل المواقف بحكمه وهداوه، وانا شايفها ان هي ميزه كويسه جدا فيه. مره حصلت خلاف ما بيني وبين حد من المراسلين، وهو كان غلطان المراسل باعتراف كل الناس. هو مش اول مره كان يعمل مشكله يعني، دي المشكله ال 20 مثلا يعملها، بس هو حظه ان المشكله دي كانت معايا. لا، وقف زعق لي وزعق لي في الاجتماع وخصم لي فلوس، وتاكد ان الفلوس اتخصمت من المرتب علشان ما يبقاش ان انا بتحامى فيه يعني، او ان انا واخداه ان هو ظهري في الشغل، فان انا ازعق او ان انا اتخانق. هو ما بيحبش عامه فكره المشاحنات والخناقات في الشغل، وشايف ان احنا كلنا بنكمل بعض كتيم، فما ينفعش يبقى في خلاف ما بين اي اتنين، بالذات لو انا طرف في الموضوع. يوم الجمعه ده كده كده اساسي طبعا، بعد الفطار بعد الصلاه بنفطر كلنا مع بعض وكده، بس في رمضان كمان احنا يعني كل الايام بنفطر فيها مع بعض يعني. اول يوم لازم نفطر فيه مع بعض طبعا، ونخرج مع بعض، حتى لو هو عنده مثلا معزوم مثلا على حاجه بياخدني معاه اروح معاه مع بعض، فعلى طول مع بعض، وعلى طول بنخرج ونروح ونيجي يعني. هو مدي كل حاجه حقها. النجاح اللي بابي وصل له في حياته ده ما كانش هيتحقق لو هو ما كانش متجوز مها سلامه، بجد والله. مش بقول كده عشان هي مامي، بس هي فعلا هي مثال للست الجدعه، الست اللي شايله البيت يعني. بابي قعد مثلا ممكن لغايه اما انا في ثانويه عامه، ما يعرفش انا في سنه كام، ما يعرفش انا عندي درس ايه النهارده، ما يعرفش انا بتمرن، ما يعرفش اي حاجه عن البيت. هي موفره له كل الاجواء ان هو يركز في التمرين، ويركز انه عنده ماتشات بعد ما خلص التمارين وفقره اللعب وكده. نفس الكلام بالنسبه للاعلام، هي بتقعد تتفرج على لغايه النهارده يعني، هي بتقعد تتفرج وتنتقد النهارده، انت يا شوبير قلت كذا، المفروض ما كنتش تقول كذا، الخبر الفلاني قلت بطريقه معينه. هي مثلا بتكتب حاجات كتير على الصفحه بتاعته، هي اللي مسؤوله عنها. فهي لولا وجودها في حياته هو بجد ما كانش هيوصل
لنص النجاح اللي هو وصل له ده. اكتر حاجه اتاثرت بيها قوي ماتش اعتزاله، عشان لمست قوي الناس والجمهور، وكان بالنسبه لي اتخضيت من كم الناس. ما كنتش صغيره برضو، كنت كبيره شويه، ففاكره احداث اليوم ده، وفاكره تفاصيله، وفاكره من قبلها. فكان بالنسبه لي كان يوم حلو قوي، واتاثرت جدا، لان هو برضو كان بالنسبه لي برضو حاجه مختلفه، انه ايه ده، احنا بنبدا حاجه جديده، وهيعتزل، واكتر حاجه بيحبها في حياته هيسيبها. مش عارفين احنا داخلين على ايه، بس هو فاجئني ان هو يعني من نجاح لنجاح اكبر لما دخل في الاعلام برضو يعني. فدي كانت اكتر حاجه اتاثرت بيها، حسيت الناس قوي فيها يوميها. احب اقول له ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك ابدا، وانت بجد الظهر والسند، وانت معنى كلمه الاب الحقيقي بجد في الدنيا، ويا ريت كل الأبهات تبقى زيك.